اليوم نحن بهذا الفيديو حنورجيكم كيف فكرة الفارماسي جيم يلي حتساعد كتير من الصيادلة والأطباء ومختصي الرعاية الصحية التانيين، حتى طلاب الصيدلة وطلاب الطب وطلاب طب الأسنان أو التمريض بمراجعة معلوماتهم الدوائية أو حتى تطويرها. فمثلا نحن هون بالليفل التاسعة من الفارماسي جيم، فمثلا في عنا سؤال انه هو ينبغي تجنب تعرض لأشعة الشمس عند المعالجة بصاد حيوي او انتيبيوتيك يعني بينتمي للتتراسايكلينز، فهل الجواب صح او خطأ؟ فمثلا قلنا انه صح، تمام. تقل السؤال الثاني، ما لكم شايفين هون بنشوف رقم السؤال اللي احنا وصلنا له، كل ليفل فيها حوالي 50 سؤال لمية سؤال، وفيكم انتو هون تبعتوا لي اي استفسار في حال كان في عندكم استفسار حول الموضوع. فمثلا فيكم هون تضغطوا سؤال، تكتبوا سؤالكم. مثلا يعني ما فهمت السؤال، فبتكبسوا على زر ساند. اوكي، مضاد التهاب غير استرويدي يعد من البرو دراجز، مين هو؟ ديكلوفيناك، ايبروفين، اسبرين، ولا الديفلونيزال؟ مثلا نقول ديفلونيزال. alright good. طبعا لو انتو جاوبتوا على اي سؤال بشكل خاطئ ما بترجعوا للسؤال الخاطئ، وانما بتكملوا انتو حتى تخلصوا، بعدين بالنهاية بترجعوا للأسئلة الخاطئة لترجعوا انتو تجاوبوها بشكل صح، حتى لو عدتوها اكثر من مرة، حتى لو وصلت العدد مرات ل10 مرات. وبعد ما انتو تجاوبوا على كل الأسئلة بشكل صح، ساعتها هون انتو بتكونوا قد اتممتم المرحلة، يعني فبيطلع لكم انه you have mastered this level. طيب، مريض عنده قيمة كوليسترول دم 300 ملغ بالديسلتر، فمنقول بهالحالة هي انه هذا المريض بيعاني من ارتفاع كوليسترول الدم، صح ولا غلط؟ اذا قلنا غلط نو لانه هو جواب صح، فمفروض تكون كوليسترول اقل من 200 ملغ بالديسلتر. شايفين؟ اذا هي فكرة الفارماسي جيم، ونحن نتمنى انه الكل يقوم بتفعيلها. طبعا لازم تكونوا انتم اعضاء فعالين معنا حتى نبعث لكم طريقة التفعيل والاكسس كود الخاص بكل متعلم منكم، مثل ما قلنا سواء كان طبيب او صيدلاني او مختص رعاية صحية. اوكي، ثانك يو ريلي فور واتشينج اند ستي تيوند.